جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يوجد عادات في القرية، وهي أن المرأة تصافح الرجل وتقف معه ولا تضع أي شيء على الوجه. الأخ يجلس مع زوجة أخيه، والأب يجلس مع زوجة ابنه، والجميع يعرف هذا العمل. فهل لنا أن نغير هذا علما بأنه من العادات؟ وتغيير العادات صعب، وجهوني ولا سيما في أمر زوجتي. جزاكم الله خيرا. أما جلوس الأب مع زوجة ابنه فلا بأس بذلك، ولا بأس أن تكشف وجهها عنده لأنه محرم لها. قال تعالى في عداد المحارم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه، يعني أنه من المحرمات ومن المحارم. كذلك زوجة الأب يكون الابن محرما لزوجة أبيه. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالابن محرم لزوجة أبيه، وكذلك الأب محرم لزوجة ابنه، ويجوز أن يجلس وإياها وأن تكون كاشفة الوجه لأنهم من المحارم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، لا بأس بذلك. أما الأخ مع زوجة أخيه فإنه أجنبي، يجب عليها أن تحتجب منه، ولا يجوز أن يخلو بها أو أن يدخل عليها في البيت وحدها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو وهو قريب الزوج قال: الحمو الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أن خطره أشد. فالأخ أجنبي من زوجة أخيه، لا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا أن يدخل عليها البيت وحدها حتى يكون معها من تجول به الخلوة، لأن هذه أسباب للفتنة. وأما العادات والتقاليد المخالفة للشرع فيجب نبذها، لأنكم ولله الحمد مسلمون تتمسكون بالإسلام، ولا تتمسكوا بالعادات والتقاليد المخالفة للإسلام. نعم.